الغناية مازالت كيف هبطت البارحة جديدة، توصلنا 28 دقيقة. خلينا نمشي ونتعداو للصحف الوطنية هبطت في الليل، زاد الغناية في الليل هبطت مع البلاغات. بحبك يا صاحبي. لا أحمد ذاك ما نعرفش مسيريني يا دنيا وفي جو ذاك الكل، ما نعرفش بحبك صاحبي ذي يطلع معرفش. منه نور دو يطلع منه ها وي شد ثنية أخرى كرينا واحد آخر بلطي الحقيقة نعم سيرتو بلطي اللي عمله الإنجاز اللي عمله بك الغناية هو حمودة راي يعني راي عامل أكثر من شتر مليار معناها. تخيل أنت محمد بوغلاب قاعد في مالطا في العاصمة لفاليت قاعد نعمل في شيشة تاكوردو والصوت يشرقع شنية الغناية يا ليلي يا ليلا اي هذا لازمنا مش نحطه هو وأنس جابر مش باب سويقة في لافاليت بتبيع في العالم الكل في العالم مختلي تلقى دي سيلابغ في العالم الكل اللي يغنيه ويدخلوا ويعملوا طلة ويشوفوا شنو فما وما نخدموش عليها لماجه هذية على كل هذه تنجيه مرة أخرى. قبل ما نمشي للصحافة الوطنية فما الحقيقة نحب نتبعوا الأكتواليتي احنا الأكتواليتي يستر من هالفرش الجديد من القوة كان في صفحة رئيس الجمهورية. استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد نهار الأربعاء نبدأ بلولاني بقصر كارتاج السيدة نجلاء بودن رمضان رئيسة الحكومة وتناول اللقاء العمل الحكومي خلال الأيام القليلة الماضية والوضع العام بالبلاد. وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة تحكيم إدارة عدد من المرافق العمومية وتأمين السير الطبيعي لها. قديش من مرة البلاغ هذا يخرج نفس النص سراه عام ونص نفس النص شو معناها إذا رسالة يا أمين يا أمين ألا كان أنا أقول لك كلام أو أنت تقول لك كلام وتعاودوا لمدة عام يعني فما إشكال إشكال يا في البث يا في المتقبل يا في الرسالة هوصل أنت ما قلت لك يلتحق بي يعني رئيس قلت لك جماعتي رئيسة قلقت منها رئيسة الحكومة ما فهمتش اللي هو مطلوب منها السهر على حسن سير المرفق العام شو كل مرة تتعاود ويجيبها من القصر معناها من القصبة تقص تمشي تقص أنا مهمنيش تقص شوفك الهدرة العظيمة بالنسبة لي معناها تعطل مصالح الناس كي تعدى الكورتاج متاعها تعطل مصالح الناس صحيح. تاني كي نبدأ جاي معناه ويعرضني كورتاج وزير الداخلية يبدأ جاي من سوسة الله العظيم أنا حس درش فما نقول إعلان حرب علاش هذا وزيرة العدل قداش عيط لها من مرة في الجمعة مرتين وثلاثة وهو يعاود لها في نفس الكلام على القضاء يا أخي يا أنت متعرفش تتكلم يا بتفهمش ولا اللي تقول فيه غير مفهوم وضع غير سليم هذا ما فهم في حياتنا كان مع رئيس الحكومة ليش بيه سامحني هي معناها مسؤولة لها بالوظيفة العمومية هي لها بالوظيفة العمومية لها بالأصلاح الإداري شو اللي عملتوه سيدي حسن سير المرفق العام شو اللي عملتوه خذيتوش اجراءات باش تحسن يعني سير هالمؤسسات خلينا نمشيو للاخبار اللي بعده كيما من النوع هذا من نفس الجنس لا عاد نكملوا جديد وبعده نمشيو للصحف اللي البارح زاد استقبل رئيس الجمهوريه عشيه الاربعاء قبل ما يروح سيد توفيق شرف الدين في الثنيه اللي تعطلنا فيها احنا البارح احنا مروحين من تونس معه هو سيد مراد سعيدان المدير عام الامن الوطني مع بعضهم الزوز ولقاء تناول الوضع العام في البلاد وما يقوم به بعض الأشخاص الذين تقف وراءهم لوبيات معروفة من تجاوز للقانون ومس بالأمن القومي. ويجدد زادة الرئيس عن أن الحرية لا تعني الفوضى والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي مشيرا في هذا السياق إلى من يقومون بتوزيع الأموال طائلة على المواطنين. وين يا الفلوس يفرقوا علينا تعليش احنا نقريو تفرقوا علينا يا معلم كل اموال الطائلة هيك قاعدة تصب على البلاد تفكرونا سيدي او يعني على الملأ اموال الطائلة بجاه ربي شوفوا الناس يعني العجل المفشوشة اسمعني بهدف تعطيل استنى ساعة صفوار كان انت الهدف في التعطيل انا ما شاركتي توصل يعني لا يعني بلوشي يعني ما مشيتش ما غير فلوس اسمعن مو صفوار توصل اللي بشي عطل ويفشوا العجل كي علمه هو فما فلوس هي الفلوس يوقف الناس اللي في القضاء يوقفهم وإلا خذ الفلوس وحطهم في الشركة الأهلية وإلا نحطهم في الدولة المهم هاوكا وشدت زادة على ضرورة تطبيق القانون
بربي يزيد. لا الخبر هذا مش ينقطني. أعطيني رئيس دولة. أولا ولات عادة رئيس الجمهورية يستقبل وزير الداخلية ومعه مدير عام الأمن. أعطيني رئيس دولة في العالم من الهند للسند للنيبال للهند وراز الرئيس يستقبل مع وزير الداخلية مدير الأمن. لا تعطيني. أبدأ بجيراننا سيدي الجزائر المغرب ليبيا مصر تشاد مالي تراش الرئيس يجيب وزير الداخلية ومعه مدير الأمن. تشيكوسلوفاكيا ما تجيش. ماشي. يعني أنت تجيب مدير الأمن مع وزير الداخلية إيش معناه؟ ما عندك ثقة في وزير الداخلية؟ مو يمكن سيد الوزير الداخلية مو كل يوم يروح السوسة فك الكورتاج بالك تغيبش عليه حويجة يجيب معاه مدير الأمن بشي ما تجيش ما تجي في صورة الدولة ماكم حريصين على هيبة الدولة ما يجيش الرئيس يجيب مدير الأمن معاه وزير الداخلية ماكش ميثقوا وانت انت معينه ورجعته المرة الثانية لوزارة الداخلية تجيب معاه في مدير عام الأمن الويه وشي نجم يقول قدام عارف مدير الأمن يشدوا ما لا شي نجم يقول يزيد يشدد رئيس الجمهورية قدامهم بشي وخاصة البروفيل معناها ما عندكش انت اليوم كاليبر متاع مديرين عامين ألا معناها ينجم يقول لا ولا ما تجيش هكا ما عندكش الحقيقة قعدنا وتحس الوضع في البلاد كينا فما سخطة مش تهبط على روس للطف عليكم ديما نهارك هو أجنبي هو أموال من الخارج هو الفقر ضاربنا وأموال طائلة من الخارج هو مدير عام الأمن هاي وزارة العدل على جيبه في الهم ما عندنا كل الأخبار هذه هو عديونا الأغنية بتاع سيدة نعمة في صفحة رئيس الجمهورية سيدي فرهدونا على الأقل شوفوا نرمين صفر شوفوا حاج على كل خلينا لا يشوف هو الحقيقة ساعات الوضع يخلي الواحد يقعد مستغرب كيفاش نجم نتعامل وإحنا نحكيه على سياسة التقشف خي معقول لكورتاج اللي يخرج مع الوزراء يوميا احنا نحكيه قديش بربي من ليسانس يصرف كورتاج بنوات ليسانس اللي تتعطى للمديرين في الوزارات ما وخرت ما عطوهمش علاش ما فما اموال طائله من الخارج ما فماش فلوس ليهم هما فما الفلوس فما البذخ ما يتنازلوش على فلس على امتيازاتهم ويطلبوا منا احنا كبار عادش فما سنتوره ترشقد واضح خلينا نمشيوا الى الاخبار وبربي جاوبونا قديش يصرف كورتاج رئيس او وزير الداخليه يوميا ليسانس فقط خلينا ما نحكيوش على اللي في الكياس ليسانس قديش يصرف كورتاج وزير الداخليه يوميا ذهابا وايابا من سوسه الى تونس تابو يقول لك عليه تقول فيش ما تكلمش قبل وين كنت وقت بن علي كنت نقرا اي هاني قلت لك كنت في الليسي كنت فيك ما قلتش اسيدي ما قلتوش قبل هاني بالبوت ونحب نقولوا طب اوكي يلا هالاخبار هنا راجعين.